دوام المحاسبة يوما بيوم. افهم معنى العتق لتعتق، افهم معنى الدعاء لتطلب، افهم الرسائل التي تأتيك من آيات القرآن، من توجيهك للأعمال، تتبع مساقط الرحمات ومهابط الهدايا والهبات. إياك وكثرة الكلام، إياك وكثرة التغيير، أسكت واثبت. الأخلاق العالية والمثل الرفيعة شعارك في رمضان. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الأخلاق العالية والمثل الرفيع. جد بمالك، جد بأخلاقك، جد بأعمالك، كن جوادا. أخلص نيتك لله وحده فلن تؤجر إلا بالإخلاص. احتسب كل طاعة تقوم بها فلن تؤجر إلا على ما احتسبت. افرح بدخول الشهر الكريم فما فرح بدخوله إلا مؤمن. تأدب بآداب الصيام. الدعاء عند رؤية الهلال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. الاستعداد للصوم بتبييت النية، تأخير السحور، تعجيل الفطر. الله أكبر، ارمي التمر بقك، أفطر على التمر قبل الصلاة، وأخر طعامك لما بعد صلاة المغرب. الدعاء عند الإفطار للصائم دعوة مستجابة. قالوا عند الإفطار حط التمراية وزقها بشوية مية وارفع إيديك: إلهي وسيدي وحبيبي ومولاي، أنا بحبك، حبني وارضى عني واسترني واعف عني. وكل اغتنام وقت السحر. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أطعم كل يوم صائما. الثمرة المرجوة من الصيام هي التقوى، لعلكم تتقون. فاحرص على أن تتقي الله في رمضان. اتق الله في أعمالك، اتق الله في أقوالك، اتق الله في ظاهرك، اتق الله في باطنك، اتق الله في سرك، اتق الله في علانيتك، اتق الله في أفكارك، اتق الله في قواطرك، اتق الله. صحك بالعزلة عن الناس، تجنب الاختلاط بهم، تأمل نعم الله عليك. قبل أن يقول: كلوا من ثمره إذا أثمر، قال: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. بص الأول، فكر الأول، تأمل الأول، أشكر الأول. أنا عايزك تتأمل وانت نازل تسجد على أيديك كده، احمد ربنا انك بتعرف تقوم تعبد. ألان لك مفاصلك. احمد ربنا انك بتقدر تقف تصلي. احمد ربنا، تأمل نعم الله عليك. أبز البطالة والبطالين ومصاحبة ذوي الهمم. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وأذنك وقلبك ويدك ورجلك وبطنك. اغتنم الدعوة المستجابة كل يوم عند الإفطار، وسال الله كل ليلة أن تكون من عتقاء تلك الليلة. ألزم سنة نبيك وإياك والابتداع. احرص على صدقة كل يوم. تفطير صائم، أمر بمعروف، نهي عن منكر، صلة رحم، بر والدين، إدخال سرور على مسلم، قضاء حاجة من حوائج إخوانك، إكرام جار. احرص على الإقلال من الضحك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. الضحك يميت القلب. ينبغي أن تكون في صيامك منكسرا، ذليلا، خاشع القلب، خاشع الطرف، لا ضحاكا ولا مختالا. احرص على ركعات في آخر الليل. داوم على الطاعة ونوع بين العبادات والطاعات. قلل من ساعات نومك. شهر رمضان إياك والمعاصي. صم الدنيا واجعل فطرك الموت. صم الدنيا واجعل فطرك الموت.